هلا بالواقع المسؤول عن المواد بالماكس هو شيء اسمه ماتيريال اديتور. الماتيريال اديتور بنلاقيه من هون او بالضغط على حرف الام بالكيبورد، هو اختصار على شيء اسمه ماتيريال اديتور. هلا هو يعني ما بدنا نقول عنه انه هو قائمه، بالواقع اشبه ببرنامج صغير او اضافه كامله، لانه الخصائص اللي فيه كثير واسعه وكبيره. طبعا طول ما انه فعال هو بيقدر يشتغل بالمشهد، ما انه قوائم مثل الرندر وهدول. فرح اعمل مشهد صغير عباره عن كليم، رح نعمل تيبوت وشويه مجسمات تانية مشان نجرب اكساءات عليها. ماشي، رح اعطيه هون. طبعا الماتيريال اديتور من شو عم يتالف عنا؟ اول شيء في عنا العينات اللي شايفينها هون، عباره عن عينات الاكساء، اغلبها مثل ما شايفين هون فاضي. في عنا فوق شريط قوائم وعنا زرار على اليمين وتحت، والقسم الاساسي اللي عنا هو نص الشاشه السفلي. القسم هذا هو المسؤول عن تصميم الخامه. طبعا هذا خاص بالخامه اللي انا واقف عليها، فانا لما بكون واقف على هاي الماده، هاي الخصائص تابعة على هاي الماده الفعاله، ما هي عامه على الكل. هلا اول زرار رح ناخده، في عنا هون على اليسار شيء اسمه get material، هذا بنستعمله عشان انا اضيف ماده من برات الماكس. رح اقول له get material، فهون فتح لي عباره عن مواد جديده. الماكس 2012 كثير حدثوا في موضوع الخامات، بجوز تلاقوا انتو اذا حد شايف الماكس 2010 قبله متعامل معه، القوائم ابسط بكثير. فهون طوروا واضافوا عليه كثير اضافات، ممكن تلاقوا فيها صعوبه صغيره بالبدايه. في عنا اول ما انتو بتشغلوا الماكس رح ينقلنا على شيء اسمه النوع الثاني، فانتو بس كبسوا هون مود، بيكون بالواقع بهالشكل هذا الماتيريال اديتور عندكم اول ما بتفتحوه. نحن لما بدنا نيجي نتعامل معه كبدايه الكون، بننقل على المواد لشيء اسمه كومباكت ماتيريال اديتور اللي هو المبسط، انتم كبدايه التعامل معه اسهل بكثير من هذاك. هلا رح ندخل على الجيت ماتيريال، رح ناخذ خامه جديده. في عنا سهم صغير موجود هون، بقول له اوبن ماتيريال لايبراري. الماكس مأمن لي مجموعه خامات جاهزه ولو انهم بسيطة شوي، بس رح ناخذهم كبداية مشان نعرف كيف بدنا نتعامل معهم. رح ندخل على المسار اللي عنا اياه، سي بروجرام فايلز اوتو ديسك ماكس 2012. بلاحظ عنا قائمة شيء اسمه ماتيريال لايبراريز. ماشي، في عنا هون مجموعة مكتبات، هلا نحن رح ندخل على المكتبات الاكساء اللي عنا. بناخذ من جيت ماتيريال، نقول له اوبن ماتيريال لايبراري. فانتم بتلاقوا عندكم بالمسار اللي موجود معنا هون بروجرام فايلز اوتو ديسك ماكس 2012، في عنا شيء اسمه ماتيريال لايبراريز. بتلاقوا هون عندكم مكتبه اسمها 3 دي ماكس، فلما بتدخلوا عليها رح نلاقي مجموعه كبيره من المواد. نحن رح نقي مجموعه منهم، رح نقي عباره عن خامه خشب وخامة ارميد، وفي عنا خامة اسمها خامة ذهب عبارة عن جولد، في عنا خامات تانية بتلاقوها اسمها كروم وهيك شغلات انعكاس. هلا على العموم نحن لما رح ناخذ خامة خشب، هاي المادة اللي شايفينها هون اذا نحن حررناها، هي بتيجي دقتهم هيك بهالشكل هذا، كتير دقة خفيفة. فبنلاحظ انه هالمادة هاي اذا نحن بدنا نشتغل عليها، طبعا اذا انا بدي اتخيل من شو مكونه، مثل ما حكينا هي مكونه عباره عن شو؟ عندنا طبقتين ما هيك؟ اول طبقه هي عباره عن ديفيوز صوره الخشب، والطبقه الثانيه هي عباره عن البام، فهي عباره عن طبقتين مكونه. هلا رح نشوف منين داخله هالخصائص هاي، بس اول شيء رح ناخذ خامه فاضي قبل ما ندخل لون، ونعرف بالضبط اول خصائص عنا اياهم للتعامل مع الماده. هلا القوائم اللي بدنا نشتغل فيها تحت هي شيء مخصص لتصميم المادة. انا لما بدي اجي اعمل مادة جديدة رح ادخل لها هون، فاول شيء بلاقي عندي صفحة اسمها شيدر بيزك بارامترز، والصفحة اللي بعدها اسمها بلين بيزك بارامترز. تمام، فالبلين بيزك بارامترز هي المسؤولة عن، خلونا نقول، الشكل الخارجي للمادة، هي عبارة عن لون، لمعة، شفافية، اللمعة بديها حدي ولا مات، فهي كلها مسؤولة عنهم. هلا أنا إذا بدي أعمل خامة بسيطة، مثلا عندي قطعة صمد معينة أو جدار بدي أكسيه بلون معين، رح أعطيه هون عبارة عن لون أخذته من شيء اسمه أمبيانت أو ديفيوز، مربوطين مع بعض هذول،
بعطي لون بسيط. هاي اول شيء مجرد اعطاء لون. الشغله الثانيه ممكن نضيفها هي شيء تحت اسمه شو عنوانه مثل ما شايفين. هلا المربع هذا اللي كنا عم نحكي عنه او الصفحه كلها عنوانها بلين بيزك بارامترز. المربع النصاني تحت عنوانه سبيكولار هايلايت. سبيكولار هي عباره عن شو؟ سبيكولار هي عباره عن اللمعه، لمعه المادي. فهذا كل ما زدته مثل ما شايفين عم يعطيني لمعه للمادي اللي نحن صممناها. تمام. في عنا بعد شيء اسمه جلوسينس. الجلوسينس هاللمعه هاي بقدر اعملها حدي مثل لمعه الكريستال والبلور، او اعملها واسعه كثير مثل سطح مات، وممكن لسه نعيمه اكثر عن طريق السوفتن. شايفين شلون تاثير عم يكون قبل وبعد؟ قبل كثير حدي، السوفتن كل ماله بنعيمه اكثر، ممكن نخففها شوي. فهيك انا عم اتحكم باللمعه للماده هاي. في عنا خاصية تانية. هلا عنا على اليمين زر اسمه باك جراوند. اذا فعلناه بنلاقي هون شو عنا؟ ماشي، فعلنا خلفية ملونة. هاي شو بدي استفيد منها؟ افحص اول شيء للانعكاسات، شوف شو عم ينعكس عندي، وتاني شيء للشفافية. فعنا هون شيء اسمه اوباسيتي، محطوطة عنا 100%. كل ما خففت هاي القيمة المجسم شو رح يصير فيه؟ شفاف. هاي بنسميها شفافية وهمية بالواقع، يعني بالواقع نحن اذا بدنا نعمل شيء واقعي هي ما اسمها شفافيه، مثل ما حكينا اسمها انكسار. بس هاي احنا بنستعملها لشيء مثلا بدي اياه بسرعه، ما بدي اياه كثير ياخذ وقت، لانه الانكسار بالرندر رح ياخذ وقت منيح بالمعالجه. رح نرجع 100. طيب بس هيك مرور سريع عليهم. هلا انا عندي هون ماده خشب، ماشي. اول شيء هون بنتبه انه حاطط لي حرف الام على يمين ديفيوز، مشان ينبهنا انه هون احنا اخذين صورة، منا اخذين صورة، منا متعاملين نحن مع لون. تمام. فالمادة اللي موجودة معنا هون اذا غيرت اللون هون بهيك حالة طبعا ما رح يعطيني اي تأثير. فهي بس بدنا ننتبه. هلا في عنا حالة ممكن استفيد من اللون ومن الصورة سوا، رح نشوفها بعد شوي. الفكرة هون انا ممكن اضيف على المادة هاي شو؟ لمعة. فانا اذا اخذ مكتبات جاهزه مثلا او صور جاهزه، يعني ما معقول انا اخذها ومثل ما هي ضيفه على المشهد، لا بندخل بنعدل عليها شوي. في عندنا خاصيه ثانيه هي شيء اسمه سبيكولار، عباره عن لون اللمعه. الالوان هاي اللي شفناها فوق مثل ما شايفين هي عم تعطيني اللون المادي الخارجي، بينما سبيكولار هي لون اللمعه. يعني ممكن اعطيه لون اللمعه هون يعطيني مايل على اصفر اكثر. هاي حلوة إذا بدنا نستعملها نحن لأسطح معتقة مثلا، خشب قديم، الأسطح اللميعة. إذا بدي أعمل مثلا كروم ممكن أعمله مايل شوي أزرق ولو درجة خفيفة. الذهب خلي لمعته كمان مايل شوي على لون أصفر أو أحمر. فهي مشان التحكم بلون اللمعة. هاي إجمالا يعني خلينا نقول التعامل. اي ممكن نضيف لها ما صوره لها، يعني ما يكون شكلها هيك. شلون بدي اقول لك، في انواع من ورق الجدران جزء منه لميع وجزء لا. اي فحسب الصوره هو رح ياخذ لمعه. رح نحكي عنهم بعدين هدول بشكل اوسع. طيب هاي مرور كانت بس على اول صفحه من صفحات المواد اللي عندنا اياها. نحن الشغل الاساسي بالواقع بالمواد هي صفحه اسمها مابس، وهي الصفحة اللي حكينا عنها من شوي. يعني أنا لما بدخل على المواد هاي أول شيء بلاقي عندي الشيء اللي حكيت عنه من شوي. إذا طلعنا عليه عندنا شيء اسمه ديفيوز كولر، ما هيك؟ الطبقة اللي شفناها من شوي. بعدها في عندنا شيء اسمه أوباسيتي، وبعدها عندنا شيء اسمه ريفليكشن، شيء اسمه ريفراكشن، انعكاس وانكسار. فكلهم بلاقيهم ضمن هالطبقات هاي. يعني أنا هلا مجرد نظرة واحدة لإلهم بعرف إذا أنا بدي أضيف صورة خارجية بضيفها بقلب ديفيوز كلر، بضيفها بهالقناة هاي. إذا بدي أضيف صورة خارجية للبامب بضيفها بهالمادة هاي. تمام؟ هاي بشكل عام. هلا بالواقع في عنا، أنا مش عم ضيف صورة أو مجسم ما هون، في عنا وسيط بنسميه ماب أو بنسميه خريطة. يعني أنا هون إذا كبست نان رح يفتح لي هون نافذة عنوانها مثل ما شايفين شو؟ ماتيريال ماب براوزر. هلا في عنا بالماكس شيء اسمه ماتيريال. اذا رجعنا للصور الاساسية، في عنا بالماكس شيء اسمه ماتيريال
هي المواد اللي عنا اياها اللي هي هاي الطابة اللي شايفينها هي مادة كاملة جاهزة لشو؟ للإكساء. بينما المابس اللي عنا هي عبارة عن شو مثل ما شايفين هون؟ صورة. فأنا الماتيريال عندي عم تتكون من مجموعة مابس. هاي أول فكرة. الماتيريال بقدر إكسى فيها جسم، بينما الماب ما ممكن أخذ أنا صورة زدت على جسم. إجباري بده يكون ضمن إطار شو؟ ضمن إطار ماتيريال مشان يتحكم لي بخصائص لمعة والأمور هاي. يعني حتى أنا لو عندي مجرد لوحة على الحيط اللي هي عبارة بس عن صورة، ما بكفي أنا أخذ صورة وضيفة هني. هلأ المواد هاي اللي حتى نضيفها مثل ما حكينا رح يلزمني وسيط. الوسيط هذا عبارة عن مابس، عبارة عن خريطة نسميه. الخريطة أشبه ما تكون، ما بدي لكم هي عبارة عن صورة، أشبه ما تكون بنوع من أنواع التهشير خلينا نقول. يعني هي صورة بس بقدر أنا أدخل وشو أعمل نتحكم فيها. مثلا في عنا صورة هون أو خريطة نسميها سيلولار، شايفين المادة هاي. هلأ هاي ممكن أنا أدخل وعدلها لقياس مثلا لهالشكل هذا اللي شايفينه، ممكن عدل فيها درجات تبعيتها، ممكن نعدل الألوان. أنا بدل ما يكون عندي رمادي و أسود فممكن أعطيه ألوان تانية. فمثل ما حكينا الصور هاي أشبه ما تكون بتهشيرات، يعني صورة بس قابلة للتعديل. هلأ عنا مجموعة كبيرة منهم، إذا رجعنا شفناهم بالصور مشان نفهم بالضبط شو هني. فهني مقسمين عندي لمجموعات، في عنا شيء اسمه 2D maps، ما رح نزمو لنا كلهم بس ديكم تمر عليهم مشان إذا شفنا الأسماء تقدروا تتخيلوا كل وحدة منهم شو هي. أول شيء في عنا خريطة عنوانها بيت ماب. هلا البيت ماب مسؤولة عن إضافة صور خارجية للجسم. يعني أنا إذا عندي صورة خشب أو صورة لوحة أو أي صورة فبدي أضيف له وسيط اللي هو شو رح يكون عندي؟ خريطة البيت ماب. في عنا مثلا نقشة تاني اسمها جريديان ترام، هاي إذا ضفناها هون بيعطينا تدرجات ألوان. ممكن أنا أدمج بيناتهم وأختار كل لون من هذا شو هو. مستعملينه هون بهالمادة هاي عم يعطينا الشكل هذا موجود هون. في عنا شيء اسمه تشيكر، تشيكر هو عبارة عن نقشة شطرنج، مستعملينه هون مثل ما شايفين ومستعملينه بغطاء الطاولة الموجود هون. هلأ التشيكر هذا يعني ما بدي تخيله بس عبارة عن صورة، هذا ممكن شو كمان يعمل فيه غير البام قصدي الصورة نفسها. يعني هون ما ممكن أنا أحصر فكرة بالضبط، بدل ما يكون هون لون الأسود ممكن لا أعمل هاي نقشة خشب شكله هاي نقشة خشب مثل لوح شطرنج. ممكن يكون عندي هاي نقشة رخام وهاي نقشة رخام، فهي يعني مثل ما قلت لكم عبارة عن تهشير. ما بدي أحصر ذهني بأنه عبارة عن بس مجرد لون. السوار اللي هي عم يعطينا عبارة عن خلونا نقول توجيه بهالشكل هذا مثل زوبعة أو شيء معين، طبعا بإضافة لأنه ممكن أنا أتحكم بالألوان هاي. تمام. الشيء الثاني عم إياه هو جريديانت، عبارة عن تدرج لوني أنا ممكن ضيفه لحتى يكون شكله دائري ماشي أو خطي بهالشكل هذا. وكمان مثل ما حكينا هذا ممكن يكون أنا أعمل منه عبارة عن تدرجات لون لخلفية سماء، ما بس عبارة عن ألوان بسيطة بهالشكل هذا. عنا خريطة كتير مهمة نستعملها للتقطيع اسمها تايلز. هلأ خريطة التايلز هي بتعطينا تهشيرات الأرضيات، فأنا ممكن هون بدل ما يعطيني الألوان هاي عبارة عن ألوان أرميد مثل ما شايفين هون، ممكن ضيف مكانهم شو بالضبط، ممكن أعمل تهشيرة خشب وهي أحصل منها صورة نقشة باركي، أرضية باركي. ممكن غير هيك أنا بدل ما تكون عندي التقطيعات هاي أعمل منها تقطيعات منتظمة مربعات، أحصل منها لتقطيعات سيراميك أو أرضيات بلاط. يعني مثلا أنا إذا عندي نقشة رخام هي عبارة عن صورة ما أنا مقطعة، فالتايلز هو شو رح تكون مسؤوليته؟ نقطع ليها عبارة عن مربعات وأنا أتحكم بهالقياسات هاي ونسبة النقشة فيها. هي عبارة عن مجموعة تانية ما بدي مر عليهم مشان ما نضيع وقت عليهم. في عنا كم وحدة منهم، في عنا وحدة اسمها خريطة اسمها ستوكو، هاني مستعملينها نقشي لخشوني للحيط. فأنا حتى لما بدي أعمل الحيط يعني ما بعطي درجة دهان وحدة، بنعطيه هيك نقشات مشان يعطيني بس بالإضاءة يعطيني شوية تباينات بالانعكاسات، نضيف له خرائط بهالشكل هذا. في عنا كمان مثلا خريطة اسمها دينت، هاي بتعطيني ملمس خشن كتير.
مثل إذا بدنا نشوف فخار مثل الطيني، إذا بدي أعمل خامة طيني للحيط هاي إذا ضفناها على البمب فرح تعطينا تأثير من المسخشة. والنويز كمان مهمة، النويز والسلالر. النويز هون يعني تخيلوا هاي ما في صورة عندي عاملين خامة الشارع، هي بس عبارة عن ألوان أو خريطة يعني من النويز وتعديل ألوان بقلبها وصلنا لهالشكل هذا. السلولار نفس الحكي مثل ما شايفين هون عبارة عن تدرجات، هون مستعملينها بالصورة بس السلولار ممكن بالواقع استعملها بالبامب رح يعطينا تأثير من ملمس الجلد، نقشة الجلد نفسها فرح يعطينا إياها من هالصورة هاي، لأنه هاي مثل ما حكينا إذا ضفتها على البامب رح يعمل لي غائر ونافر حسب تدرجات اللون فرح تعطينا النقشة هاي. فهذا كان مجموعة ملاحظات إجمالا، ولو كانت كم نظرة كبير بس واقع إحنا ما بنقدر نصمم خامة إذا ما عندنا كل هالمعلومات هاي. رح نبدأ هلأ بتطبيقات عملية أكثر نشوف كيف نطبق هالحكي على المواد.